قال ومعرفة نبيه، والنبي الآن هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكل أمة من الأمم السالفة كان مطلوب منها ذلك، كان مطلوب منها أن تعرف الله وأن تعرف دينه وأن تعرف نبيها، هذا مطلوب من كل أمة من الأمم. ولكن لما كان محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء وليس بعده نبي، وبعث إلى الناس كافة، تميز في هذا، ولذا لا يعرف أحد أو لا تعرف أمة من الأمم عن نبيها عشر معشار ما نعرفه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. نعرف متى ولد وأين ولد ومن أرضعته ووالده وأمه وأخواله وأعمامه والبلد التي ولد فيها وأصدقائه وجيرانه وأخلاقه وأفعاله وسفره وحضره، كل شيء نعرفه، وصورته وشكله صلى الله عليه وسلم، حتى لو قيل لأحد ارسم صورة النبي صلى الله عليه وسلم ما عجز عن ذلك، ولكنه محرم. لكن القصد من شدة ما نقلوا لنا من وصفه صلى الله عليه وسلم، بل حتى لباسه وحركاته وجلوسه وقيامه صلى الله عليه وسلم، وصلاته وأكله وشربه وما يحب وما يكره صلى الله عليه وسلم، صرنا نعرف عنه كل شيء. والله نعرف عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر ما نعرف عن آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا وأصدقائنا وغير ذلك أبدا. هكذا نقلت الأمة كل شيء عن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا قد بالغت لما قلت لا تعرف عشر معشار، بل ولا جزءا من الألف يعرفون عن أنبياء ما نعرف عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يعرفون عن عيسى ولا عن موسى ولا عن إبراهيم ولا عن عيسى ولا عن نوح ولا عن زكريا ولا عن يحيى ولا عن داود ولا عن سليمان صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين شيء مما نعرف عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أعني الذين عاشوا معه، أعني الذين جاءوا بعده، ما كانوا يهتمون بنقل شيء عن أنبيائهم كما ننقل نحن كل شيء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى يعني قالها اليهودي حسرة، قال علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم، يقول له سلمان الفارسي رضي الله عنه. فالقصد أننا نعرف عن نبينا كل شيء، وهكذا ينبغي أن نتعرف على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خلال معرفتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نعرف المرسل وهو الله، وأن نعرف الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف ما أرسل به الدين الذي جاء به، وهي الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى.